الرئيس السيسي يشهد النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف ويوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقهم. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح وستواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين حتى النهاية. مصر وأربع دول أخرى تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. قادرون باختلاف مبادرة ومنهج تسير الدولة على خطاه وشراكة مع ظهور أبناء الوطن بدأت منذ عدة سنوات وأصبحت تقليدا سنويا ينير مستقبل البلاد. ومن هذا المنطلق جاءت النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف بحضور وتشريف الرئيس السيسي، حاملة كعادتها باقة من الامتيازات تمنحها مصر لأبنائها من ذوي الهمم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم، مشيرا إلى تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف كتمويل إضافي. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. فقد وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة، وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي واستمرار عمليات توظيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية، فضلاً عن صدور القانون الخاص بدعم الصندوق قادرون باختلاف اللي احنا حطينا دلوقتي فيه الرقم اللي أول دولة الرئيس قال لنا عليه اللي هم 10 مليار إن شاء الله. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمل مصر للتخفيف عن أشقائنا في قطاع غزة في ظل الأزمة الراهنة. وأضاف الرئيس السيسي حرص مصر منذ اليوم الأول للعدوان على غزة أن يكون معبر رفح منفذا لدخول مساعدات. لأن خلال ال4 شهور اللي فاتوا ولا أكتر اتقال كلام بعضه مش دقيق. احنا ابدا مصر، وانا طب انا قلت الكلام ده قبل كده والحكومه بتقوله كتير والوزير الخارجيه بيقوله كتير، لكن احيانا التكرار بيبقى مهم لتاكيد الرساله. مصر ابدا ابدا لم تغلق القطاع، ولكن اسف المنفذ يعني، ولكن احنا عشان نعمل حاجه في اوضاع اللي زي كده فيها اقتتال لازم نخلي بالنا ان ما يحصلش مشكله واحنا بنعمل الاجراء لك، واحنا كمان بنحبكم كلكم. فانا بس حبيت اشير للنقطه ديت، واحنا ان شاء الله خلال يا رب الايام اللي جايه البسيطه ديت نصل الى وقف اطلاق النار وتبتدي اغاثه حقيقيه لاهلنا في القطاع في المجالات المختلفه. فكان لابد ان انا اقول الكلمتين الصغيرين دول، وايضا اكد ان احنا مستمرين وهنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إن شاء الله. أعرب الرئيس السيسي عن تقديره الكبير لأسر ذوي الهمم الذين آمنوا بقدرات أبنائهم. وشدد الرئيس السيسي على اعتزازه بما حققه ذوي الهمم من نجاحات باهرة في العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها. واسمحوا لي أن أؤكد في هذا الصدد اعتزازي الشديد بما تحققونه من نجاحات باهرة تثبت مجدداً
أصالة المعدن المصري وقدرته على تحدي الصعاب أياً كانت، وأجاد الفرص من بين التحديات والمنح، والمنح من قلب المحن، والمنح من قلب المحن. وإننا جميعاً على دراية بالنماذج المضيئة لمصريين عظام صنعوا بعزيمتهم الصلبة التقدم والفخر لبلادهم في العلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها. كما لا يفوتني أن أعرب عن تقدير العظيم لأسر وعائلات أبنائنا من ذوي الهمم الذين آمنوا بما لديهم من ثروة غالية وبذلوا من حياتهم وطاقاتهم الكثير ثقة في أن أبناؤهم قادرون على إحداث الفارق لهذا الوطن الذي لن ينهض إلا بسواعد أبنائه وقدرتهم، كل السواعد وكل القدرات. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على شعوره الدائم بالفخر لاستمرار احتفالية قادرون باختلاف كلقاء سنوي أصبح تقليداً مهماً وعلامة سنوية بارزة تؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها. وأشار الرئيس السيسي إلى أن قوة مصر تتمثل في ثروتها البشرية وعلى رأسهم ذوي الهمم. وأكد شعوري الدائم بالفخر والامتنان لاستمرار لقائنا السنوي الذي أصبح تقليداً مهماً وعلامة سنوية باردة تؤكد استمرار التزام مصر برعاية أبنائها وبناتها وإتاحة المجال أمامهم للتقدم والازدهار، إيماناً بأن ثروة هذا البلد الأساسية تتمثل في مواردها البشرية وعلى رأسهم أبناؤنا من ذوي الهمم. We'll be right back.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وحرص الرئيس السيسي خلال الاحتفالية على التوسط في صورة تذكارية مع أبطال ذوي الهمم في دورة الألعاب العالمية بفرنسا الذين حصلوا على 27 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى الألعاب في دورة الألعاب لذوي الإعاقة في مدينة فيتشي بفرنسا 2023. وفي نهاية الاحتفالية توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع شباب وأطفال قادرون باختلاف. حياتي اتغيرت من النسخة الأولى لاحتفالية قادرون باختلاف سنة 2018 لما حضرتك قررت إنه يبقى عام الإعاقة. كل المستشفى بتقول لأبويا رجلي بدها تنبتل. أمي قالت لهم لا تبطروش رجله، أعطوه فرصة عشان إيش؟ يضل رجله وقبل ما تطلع لنا محاولة على مصر يا على البلاد تانية. نفسي أحضن الرئيس وأبوسه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنت وكل كل اللي اتصاب وكل اتأذى يعني، والشهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قادر يعمل المستحيل كله. اسمح لك أسلم عليك. بعد أن عانوا من التهميش في العقود السابقة، أتاحت الدولة كافة الأنشطة الحياتية والمجتمعية لقادرون باختلاف. ومع استمرار الدعم الرئاسي لهم، وفرت الدولة أيضا آلاف الوظائف المناسبة لتوفير الحياة الكريمة، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الهمم. الدعم الرئاسي المتواصل لتعزيز وحماية حقوق ذوي الهمم لا ينفد بل مستمر ليزيد من اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الأنشطة الحياتية والمجتمعية بعد أن عانوا من التهميش في العقود السابقة. الدولة تولي ملف حقوق ذوي الهمم أهمية بالغة، تجلى ذلك في عام 2016 مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة دمج تمكين مشاركة بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل. ومع استمرار الدعم الرئاسي لذوي الهمم، خصص الرئيس السيسي عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أدى إلى تقديم كافة أجهزة الدولة عددا كبيرا من الإجراءات والآليات لدعم الأشخاص ذوي الهمم، فضلا عن توفير آلاف الوظائف المناسبة لهم لتوفير الحياة الكريمة لهم، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الهمم. كما أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم واحد من القوانين المهمة التي حرصت القيادة السياسية من خلالها على توفير مظلة تشريعية للحماية الاجتماعية لهم، وبالفعل صدر القانون عام 2018. وفي عام 2019 تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بقرار الرئيس السيسي رقم 11 لسنة 2019 الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2020 صادق الرئيس السيسي على قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف للمساهمة في تقديم الحماية والرعاية للأشخاص أصحاب الهمم. وفي آخر عام 2021 أعلن الرئيس السيسي حزمة من الإجراءات التنفيذية الموجهة خصيصا لذوي الهمم، ومن بينها تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات بجميع المتطلبات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بذوي الهمم. ولا يكاد يمر عام من دون خطوة مهمة في طريق اهتمام الدولة بذوي الهمم، ففي أكتوبر الماضي أصدرت الحكومة وثيقة انطلاق مبادرة هنوصلك لاستخراج 1,000,000 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم. وإيماناً بحقهم الدستوري، حرصت الدولة على توفير تسهيلات جديدة لذوي الهمم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لتيسير العملية الانتخابية. هكذا
هكذا تمضي الدولة المصرية بجدية في مسيرة الجهود الهادفة لمعاملة ذوي الهمم بكرامة واحترام وضمان حقوق الإنسان والحريات دون تمييز. هذا ويعد صندوق قادرون باختلاف أحد أذرع الدولة الرئيسية لدعم ذوي الهمم وتحقيق متطلباتهم. وفي هذا الإطار حدد القانون مهام الصندوق والتي نستعرضها معكم في العرض التالي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض ودراسة مقترح مقدم من شركة دانييل الإيطالية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركة الإيطالية في مصر. ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور نهائي لمقترح إنشاء المشروع بعد الأخذ في الاعتبار النقاط التي تمت مناقشتها واستعراضها خلال الاجتماع، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وعرض هذا التصور في اجتماع مقبل قريبا. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة الحديد والصلب النظيف يهدف إلى توطين صناعة الحديد المتطورة من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية. بحجم استثمارات متوقع للمشروع يبلغ نحو 4 مليارات دولار، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 17,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويهدف المشروع كذلك إلى جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار. وتتواصل جلسة ترشيد الإنفاق الاستثماري العام ضمن جلسات الحوار الاقتصادي المنبثق عن الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وتناقش جلسات الحوار الاقتصادي المتواصلة لليوم الثالث على التوالي الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول بالنقاشات الجارية إلى حلول تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طارق أحمد بحث الأوضاع في قطاع غزة. وأكد شكري خلال اتصال هاتفي مع المسؤول البريطاني على المسؤولية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع امتثالا لأحكام القانون الدولي. كما شدد شكري على حتمية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل للقطاع،
واتفق شكري مع المسؤول البريطاني على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين وصولا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرا من المخاطر الجسيمة التي تكتنف أي عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية. استمرارا لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، نفذوا أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. وقد تضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية بقطاع غزة. استمرارا لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. وقد تضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية بالقطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة والمساعي المصرية الجادة على كافة الأصعدة من أجل ضمان استمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة. أهلا بكم جديد، ونتابع تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيجتمعون في موسكو غدا الخميس لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء غزة. وشدد السفير الفلسطيني لدى موسكو أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية موسى أبو مرزوق سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني في موسكو. يأتي هذا في حين تدعو روسيا لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل. قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن أي مرونة في التفاوض حرصا على دماء الشعب الفلسطيني يوازيها استعداد للدفاع عنه. ودعا هنية الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة إلى شد الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول من رمضان، مطالبا العالم العربي بالتحرك لإنهاء التجويع في غزة.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين بفلسطين أن الطريقة لحماية المدنيين ومنع تهجيرهم يتمثل في إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني كبوابة واحدة لحمايته وإغاثته. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أنه دون وقف العدوان على قطاع غزة فستبقى المطالبة بحماية المدنيين مضيعة للوقت وتورطا في الجريمة على حساب الدم الفلسطيني. وجه عدد كبير من البريطانيين انتقادات حادة لساسة وأعضاء في البرلمان البريطاني بسبب دعمهم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وقال عدد من أعضاء البرلمان البريطاني إن هذه الانتقادات تعد أحد العوامل التي دفعتهم لاتخاذ قرار بعدم الترشح لولاية جديدة في البرلمان في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام. غزة اتدمرت، ما بقالش حاجة. أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 29,954 فلسطينياً وإصابة 70,325 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة، هذا وأفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة العشرات جراء الغارات والقصف المدفعي المتواصل على المنازل والمربعات السكنية في القطاع المحاصر. وفي الأثناء تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة حي الزيتون بمدينة غزة ومحور التقدم في خان يونس. وأعلنت حركة حماس تمكنها من استهداف عدد من الآليات والجنود الراجلة، وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابطين، أحدهما قائد سرية والآخر قائد فصيل من لواء جعفاتي، وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة في معركة بحي الزيتون ومدينة خان يونس. كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 26 من جنوده في معارك بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية وفاة جنديين من أصل 30 أصيبوا بفطريات سامة خلال الحرب في غزة، وبذلك يرفع عدد القتلى القوات الإسرائيلية بشكل رسمي يرتفع إلى 582 ضابطاً وجندياً منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 242 قتيلاً خلال المعارك البرية بقطاع غزة. في تلك الأثناء تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف الأحياء السكنية في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الحدودية الشرقية لمدينة رفح جنوبي القطاع. قصف متواصل وجرائم إبادة مستمرة في غزة، مجازر لا تتوقف بحق أهالي القطاع المحاصر. ففي حي الزيتون بغزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المنازل فوق رؤوس ساكنها، في حين شنت غارة أخرى في حي الدرك بالمدينة. وجنوب دير البلح وسط القطاع استشهد وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين بصاروخ استطلاع. وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها على المناطق الساحلية الغربية وسط القطاع،
فيما تواصل طائرات الاحتلال شن غارات عنيفة على أحياء بجنوب خان يونس بالتزامن مع القصف المدفعي على مناطق متفرقة بالمدينة، مما أسفر عن تدمير عدة منازل وأحياء سكنية كاملة، وأسفر عن سقوط شهداء ومصابين، مع استهداف تجمع للفلسطينيين في القرارة شمال شرق المدينة. وفي رفح جنوبي القطاع، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب المناطق الحدودية الشرقية للمدينة، ومع عمليات القصف المستمرة تتواصل عمليات التجويع، حيث رصدت حالات وفاة بين الأطفال الرضع نتيجة الجفاف وسوء التغذية شمال غزة، أمر أكد عليه المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء، مشيرا إلى أن الأزمة في قطاع غزة غير مسبوقة على مستوى العالم، داعيا إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وأبدى المقرر الأممي عن إحباطه من المنظومة الدولية لعجزها عن اتخاذ قرارات تنقذ من يبادون في قطاع غزة تحت سمع وبصر مجتمع دولي عاجز أمام دولة فقدت دعم شعوب العالم التي تكافح من أجل الضغط لإنقاذ الإنسانية المفقودة في غزة. يواصل معبر رفح استقبال شاحنات المساعدات التي تتدفق للدخول إلى قطاع غزة، حيث شهد المعبر دخول أكثر من 100 شاحنة من البوابة المصرية لمنفذ كرم أبو سالم، بالإضافة لدخول شاحنات الوقود واستقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. المزيد يستعرضه معنا من هناك الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نرحب بكم من أمام معبر رفح البري. لازالت الشاحنات والمساعدات الإنسانية تدخل من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة. في هذه اللحظة تحديدا نشاهد هذه الشاحنات التي تدخل مباشرة من خلال بوابة معبر رفح. هذه تحديدا مساعدات من دولة الإمارات الشقيقة، عبارة عن مساعدات طبية وأيضا مساعدات غذائية. نتحدث عن 11 شاحنة، هذه الشاحنات ستدخل الآن تباعا إلى من خلال بوابة معبر رفح المصري. هذه الشاحنات تدخل الآن بعد الشاحنات التي دخلت بالفعل في صباح هذا اليوم، نتحدث عن أكثر من 150 شاحنة دخلوا إلى منفذ كرم أبو سالم للخضوع لعملية التفتيش، ومن ثم الدخول أيضا إلى قطاع غزة عبر هذا المعبر. كل هذه الشاحنات كانت متواجدة أمام المعبر منذ أيام، واليوم دخلت بالفعل وتدخل الآن شاحنة تلو الأخرى، هذا بخلاف الشاحنات الموجودة على جانبي الطريق وأيضا الشاحنات الموجودة في مدينة العريش. منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم لاحظنا وشاهدنا وصول عدد من شاحنات المساعدات التي أتت من القاهرة وصولا إلى مدينة العريش. ذهبت هذه الشاحنات إلى المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر المصري، ويعني لعملية التفريغ والتجهيز أيضا داخل مركز الهلال الأحمر المصري، ومن ثم حمل هذه المساعدات على الشاحنات لتأتي لتنضم لأسطول الشاحنات الموجود عبر معبر رفح هنا أمام هذه البوابة. إذا تحدثنا أيضا عن يعني حجم الشاحنات التي قامت بتفريغ حمولتها وعادت، هناك عدد من الشاحنات التي عادت بالفعل بعد أن أفرغت حمولتها في الجانب الآخر وعادت مرة أخرى إلى هنا أمام معبر رفح، وستعود مرة أخرى إلى المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر المصري. نتحدث أيضا عن دخول 4 شاحنات للغاز اليوم، اتجهت مباشرة من بوابة معبر رفح
المصري دخولا إلى قطاع غزة، وأيضا استقبل معبر رفح حتى هذه اللحظة أو منذ قليل يعني أكثر من 10 مصابين، بالإضافة إلى أكثر من 40 مرافقا، وربما هذا العدد سيزداد مع نهاية اليوم نظرا لاستمرار معبر رفح في استقبال كل هذه الأعداد من المصابين والجرحى. أيضا نتحدث عن المساعدات التي تدخل من هذه البوابة متجهة إلى المخيم الإغاثي الثاني الذي أقامته مصر من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا المخيم الذي يسع لأكثر من 4000 شخص وتم الانتهاء منه بشكل كامل، بل يتم الاستعداد حاليا للمخيم الثالث للنازحين من شمال غزة وتحديدا في محافظة دير البلح بقطاع غزة. هذه هي الصورة اليوم من أمام بوابة معبر رفح المصري. عودة إليكم مرة أخرى. أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تنظيم مؤتمر تضامني مع الصحفيين الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على الأشقاء الفلسطينيين. يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين. للمزيد ينضم إلينا من نقابة الصحفيين مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية ضعنا في تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر. نعم، نحييكم من مقر نقابة الصحفيين. الحراك الإعلامي والصحفي يتواصل هنا في مقر نقابة الصحفيين للتضامن مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من عدوان غاشم، وخاصة رجال الأعلام والعاملين في مجال الصحافة والإعلام في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة. نحن نتحدث عن أكثر من 145 يوما متواصل من هذا العدوان، تم استهداف فيها نحو 130 صحفيا في خضم هذه الأحداث التي تشهدها سواء قطاع غزة أو أيضا الضفة الغربية المحتلة. اليوم هنا في مقر نقابة الصحفيين كان يوجد مؤتمر تضامني بحضور نقيب الصحفيين المصريين الأستاذ خالد البلشي، والذي تم استضافة فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين الذين قدموا شهادات حية على هذا الاستهداف الذي يطاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بما يخالف كافة القوانين الدولية التي تجرم هذا الاستهداف لوسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين العاملين في مجال الحروب أو لتغطية هذا العدوان وهذه الحروب. بالتأكيد اليوم تحدثنا مع عدد من الصحفيين الفلسطينيين الذين قالوا أن هذا العدوان الذي يخالف كافة الشرائع الدولية وأيضا اتفاقيات جنيف، يعني هناك صمت دولي كبير تجاه هذا العدوان. وأيضا تحدثت مع الأستاذ خالد البلشي الذي قال نحن اليوم هنا في مقر نقابة الصحفيين نعلن مواصلة دعمنا للأشقاء في فلسطين وخاصة أيضا الصحفيين لمواجهة هذا العدوان الغاشم. وأشير أيضا إلى أن الحراك يتواصل في مقر نقابة الصحفيين وعدد من وسائل الإعلام العربية والمصرية للتضامن مع ما يحدث من اعتداء غاشم في فلسطين. نعم. سواء تجاه المدنيين أو أيضا تجاه الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام. نعم، أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. دعا المبعوث الصيني داي بينغ القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، دعا لاتخاذ إجراءات للتخفيف من تداعيات التصاعد الصراعي في غزة على سوريا وفي إفادته أمام مجلس الأمن الدولي. أكد المبعوث الصيني أن إسرائيل واصلت شن غارات جوية على مواقع مختلفة في سوريا عبر مرتفعات الجولان المحتلة على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب تفاقم التوترات. وشدد المبعوث الصيني على أن المساعدة من دول المنطقة ستضخ زخما جديدا في التسوية السياسية للقضية السورية، لافتا إلى أن الصين تدعم الحكومة السورية في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار والقضاء على التهديدات طويلة المدى.
في إطار تواصل جهود الدولة لتطوير القطاع الصناعي بالمحافظات المختلفة، تفقد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عمرو نور الدين المنطقة الاستثمارية بمركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. استهدفت الزيارة متابعة سير العمل بالمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها لزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع. كما استهدفت أيضا تفعيل آليات التعاون بين الهيئة ومبادرة ابدأ لدعم المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية. أطلق التحالف الوطني عرض مسرحية تقاطع الأحلام الذي جاء ضمن مبادرة عبر، إحدى مبادرات مشروع جائزة تحفيز المبادرات الشبابية، ويأتي ذلك في إطار برنامج سفير الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ في مصر بواسطة مؤسسة صناع الحياة بالتعاون مع المعهد الفرنسي. مبادرة عبر هي مبادرة بتهدف للتوعية عن القضايا المجتمعية من خلال الفن، فاحنا النهاردة هنختتم المبادرة بعرض مسرحي بيوعي عن قضية مجتمعية مهمة جدا، وهي قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، والقائم على العرض المسرحي تمثيلا واشرافا هم اطفال وشباب من منطقة رود الفرج. احنا بنشتغل مع عمر تقريبا من 7 سنين لغاية 16 سنة. الستاشر سنة فيه 7 سنين، تخيلي حد بيتكلم عن موضوع أهمية إن البنت تعبر عن نفسها ويكون عندها ثقة في نفسها وإن هي تمارس الأنشطة، ولد عنده تشوفي ده بالنسبة له فاده في إيه على المستوى؟ أكيد هيبص لأخته بشكل مختلف، هيبص لأي بنت بشكل مختلف، غير لما يشوفها لا أنت مش فاهمة حاجة، أنت مش بتعرفي حاجة، بس إحنا الأبطال للولاد والحاجات، فأكيد ده فرق، أنا أكيد ده فرق التجربة مع الولاد نفسهم اللي شاركوا، بل كمان مع الولاد اللي هيتفرجوا. المسرحية بس بتتكلم إن البنت زي الولد بالظبط، وممكن تروح مركز الشباب عادي وتلعب رياضة ويكون بس قوية وعندها ثقة في نفسها، دي أهم حاجة. فكرة المسرحية إن إحنا ما ينفعش نفرق ما بين الولد والبنت، البنت زيها زي الولد، فعادي ممكن تشارك في بطولات في نوادي وكده. المسرحية حسستني إن أنا ليا حق في البلد دي، والمفروض أقدر أخده، مش حد تاني يجي ياخده بدالي، ونقدر أدافع عن نفسي وليا حق في النوادي وفي العالم كله. أنا يعني فخورة جدا إن أنا ممكن أقدم رسالة زي دي، رسالة عظيمة، وأنا طبعا متوترة أكيد لما أجي أقدمها، بس أنا حابة أقدمها لأن أنا حابة أفيد البنات، لأن طبعا في بنات كتير ما بتعرفش تدافع عن نفسها، فأنا يبقى ليا يعني الشرف إن أنا أقدم لهم الرسالة دي. إحنا حاسين بفخر كبير جدا وبوجودكم معانا، وإحنا حاسين إن إحنا إن الحاجة دي مهمة جدا وممكن تفرق في حياة حد، وهي فرقت في حياتنا إحنا. افتتح منفذ جديد لمعرض أهل رمضان بميدان 47 بمدينة كفر الشيخ، وهو أحد المعارض التي يتم افتتاحها في جميع أنحاء المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى يميش رمضان بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات إلى 20% مقارنة بسعر السوق. ويقام المعرض في إطار تنفيذ مبادرة أهلا رمضان تحت رعاية الرئيس السيسي، والتي تقام بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ والغرفة التجارية والتموين. كما شهدت معارض أهلا رمضان في محافظة الدقهلية إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء السلع والمنتجات الغذائية ويميش رمضان واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وتضم المعارض كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15% إلى 30% عن سعر السوق الخارجي. كما يوجد 21 معارضا بمراكز ومدن وأحياء المحافظة تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين على مستوى المحافظة. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى ننسى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشهد النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، ويوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقهم.
الرئيس السيسي يؤكد أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح وستواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين حتى النهاية. مصر وأربع دول أخرى تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.